والله أصعب من الورقة الأولى، الأسئلة ضع دائرة والحل كله. والله انسى شوربه هيك بيحكوا الشباب أدبي. منيح، مش كثير صعب. كان كويس كثير، من متوسط لسهل. علمي الحمد لله كويس، أسهل بكثير الحمد لله رب العالمين. حليت الدفتر كامل يعني من الامتحان، وما كانش يعني كثير الصعوبة. للي دارس سهل بيكون عليه، سهل بس بده وقت أكثر. يعني كلها من المنهاج تقريبا، لا كلها عادي، بس في يمكن بس بالوقت مشكلتها، بس يعني وفي وقت شغلت ربع ساعة نص ساعة بيكون الوقت تمام. وسط ما إلا السهولة، يعني هو سهل، عرفت كيف؟ في أسئلة بدها تفكير، عرفت علي؟ يعني في عندك سؤال المكعب اللي هو السؤال الخامس يمكن، هذا بشوي بده تفكير. علمي كيف الامتحان اليوم؟ والله سهل جدا بس طويل، بس هاي مشكلته. أسهل من ورقة الأولى. بدنا 20 علامة من الوزارة. في هذول السؤال الخامس بي كان في مشكلة ولا لا يعني، ومتوسط إجمالا. بس علمي الامتحان سهل جدا صراحة، بس طويل، طويل جدا يعني بصراحة، الوقت ما كانش كافي كثير، مع إنه الامتحان سهل يعني فيش سؤال ما بنحل وكله سهل، بس طويل جدا. علمي امتحان ممتاز، مش زي الورقة الأولى أبدا، سهل وما في أي إشي، كل أسئلة من الكتاب واضحة وما فيش فيها فلسفة، كله من الكتاب حرفيا، يعني نفس الأسئلة جايبينها من الكتاب. في أسئلة شوية أفكار بس بدك تكون يعني أنت متمكن، خصوصا التكامل يعني بتكون حالة كثير عشان تحلهم، بس سهل بشكل عام. الامتحان الحمد لله كويس، يعني كثير كثير طويل وكثير بده تركيز، بس انه يعني ان شاء الله احنا قدها. اسهل من الورقه الاولى بكثير، وكل اسهل من المنهاج طبعا، يعني الحمد لله. يعطيك العافيه. سهل بس بده وقت كثير، يعني لازم تشد ايدك ضرك تتدرب. سهل بس طويل، بده وقت كثير، يعني مده الامتحان كساعتين ونص لهيك امتحان، لا كثير قليله. يعني طلعت من امتحاننا صفر عين، الباقي كله حليته، امتحان سهل بس بده كثير وقت.